بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله. الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. هذا الباب بيان أحكام هذه الذبائح التي تذبح على وجه التقرب إلى الله تعالى، والذبح على وجه التقرب عبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. من ذبح لغير الله تقربا إليه فهو مشرك الشرك الأكبر، الذي يذبح للقبور أو للجن أو للشياطين أو للسحرة أو لأي مخلوق على وجه التقرب إليه يكون مشركا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. قرن النحر مع الصلاة، فكما لا تجوز الصلاة لا يجوز التقرب للصلاة إلى غير الله، فكذلك لا يجوز التقرب بالذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فقرن النسك وهو الذبيحة مع الصلاة، وأخبر أنه مخلص لله رب العالمين فيهما، دل على أن الذبح على وجه التقرب عبادة، فإذا ذبح لغير الله تقربا إليه أو خوفا منه أو رجاء لما عنده فقد عبده، ومن عبد غير الله فقد أشرك. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله. وفي قوله تعالى في ذكر المحرمات من الذبائح: وما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله، سواء تلفظ وقال باسم المسيح أو باسم الحسين أو باسم الولي الفلاني أو سمى الله، ولكن بقلبه ينوي أن هذه الذبيحة يتقرب بها إلى غيره، فهذا شرك بالله، وهو مما أهل به لغير الله، سواء تلفظ بذلك وذكر غير اسم الله أو نوى ذلك بقلبه ولو سمى عليها الله، فإن هذا لا ينفع، كله مما أهل به لغير الله سبحانه. الذبح للجن أو للشياطين لاتقاء شرهم أو للأموات أو لغيرهم مما يفعله المشركون قديما وحديثا، كانوا في الجاهلية يذبحون للأصنام، يذبحون على النصب على الأصنام، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك، ولكن مع هذا لا يزال مستمرا من يذبح لغير الله وهو ينتسب إلى الإسلام وهو على دين الجاهلية لم يتحول. فيجب التنبه لمثل هذه الأمور. وهذه الثلاثة الأنواع من أنواع التقربات: الهدي والأضحية
والعقيقة. أما الهدي فهو ما يهدى إلى الحرم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان تطوعا أو كان واجبا. الواجب مثل هدي التمتع وهدي القران وهدي الجبران عن ترك واجب أو فعل محظور، والتطوع ما زاد عن ذلك. فللإنسان أن يتطوع بالهدي لأنه قربان وعبادة لله عز وجل. وأما الأضحية فهي ما يذبح في يوم عيد النحر وأيام التشريق من الأضاحي، وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن يوم العيد يوم قربان. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. صلي لربك صلاة العيد وانحر الأضاحي. فالأضحية في يوم العيد وأيام التشريق سنة مؤكدة وعبادة عظيمة. بعض العلماء يرى أنها واجبة على المستطيع، والجمهور على أنها سنة مؤكدة تذبح تقربا إلى الله وعبادة له ولأجل التوسع بلحمها والفرح بمنافعها والتوسع على العيال، تصدق على المحتاجين. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهي عبادة لله، وهي أيضا فيها منفعة، فيها توسعة على العيال وأهل البيت، وفيها تصدق على المحتاجين. فهي سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الإسلام وقربة عظيمة، لا ينبغي لمن يستطيع أن يضحي أن يترك الأضحية. وذبحها أفضل من التصدق بثمنها، لأن ذبحها فيه عبادة لله زيادة على الصدقة. وأما الصدقة فليس فيها ذبح، إنما هي مجرد صدقة، فهي تجمع بين العبادة والصدقة، فهي أفضل. وأيضا فيها إظهار شعيرة الإسلام في هذه الأيام، وفيها اقتداء بالخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فإن إبراهيم ذبح الفدية عن إسماعيل لما أمره الله بذبحه، وأراد أن ينفذ طاعة لله، الله جل وعلا فدى إسماعيل بالقربان، فصار سنة في ذريته. وضحى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالأضحية، وفعلها صحابته الكرام، وأجمع عليها المسلمون، فهي سنة مؤكدة عند الجمهور، وهي فرض عند بعض العلماء. وأما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود شكرا لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه، وفيها منفعة للمولود في أنها تؤثر عليه تأثيرا طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه. قيل: مرتهن عن الشفاعة لوالديه حتى يذبح لهما العقيقة، وقيل: مرتهن يأسر الشيطان يضره، فإذا ذبحت عنه العقيقة فك رهنه من الشيطان. فهي سنة مؤكدة
سميت عقيقة، هي الذبيحة لكن سميت عقيقة لأن العقيقة هو الشعر الذي يكون على رأس المولود حين ولادته، هذه هي العقيقة، الشعر الذي يكون على المولود حين ولادته. ففي اليوم السابع من الولادة أو ما بعده يحلق رأس المولود الذكر، تحلق هذه العقيقة عنه وتزال عنه ويماط الأذى عنه ويذبح، تذبح الذبيحة، فسميت عقيقة لهذه المناسبة لأنها تذبح يوم حلق شعر العقيقة عن المولود، سميت بذلك. وقيل سميت عقيقة من العق وهو القطع، لأنها تذبح ويقطع حلقومها. وعلى كل حال هي الذبيحة عن المولود، والعوام يسمونها تميمة، وهي سنة مؤكدة، فقد عق الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن وعن الحسين رضي الله عنهما، وشرع العقيقة لأمته، كل مولود مرتهن بعقيقته، دل على تأكدها. عن الغلام يعني الذكر شاتان مع اليسر والتيسر، وعن الجارية شات واحدة، لأن الأنثى على النصف من الذكر في بعض الأحكام مثل العقيقة، مثل الميراث، مثل الشهادة، مثل الدية، المرأة في بعض الأحكام على النصف من الذكر، والنعمة بالذكر أكثر من النعمة بالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، فالشكر يكون أكثر، الشكر على الذكر يكون أكثر من الشكر على الأنثى، لأن النعمة به أعظم. ولذلك شرع عنه شاتان، وعن الجارية شات، والجارية أيضا نعمة من الله، الجارية نعمة من الله، وليس كما يعتقده الجاهلية أن الجارية أنها نقص وأنها عار، وأن ولذلك يدفنونها حية، وهو ما يسمى بالوأد، أو يبقونها على قيد الحياة ذليلة مهانة، أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هذه عقيدة الجاهلية في الأنثى، جاء الإسلام بإكرامها واحترامها وإعطائها حقوقها اللائقة بها، وحررها من ظلم الجاهلية، وأعطاها حقوقها اللائقة بها، ومنها العقيقة. ولكنها ليست مثل الذكر، واضح الفرق بين الذكر والأنثى في القوة، في النفع، في كثير من الأمور. وجاء قوم من الملاحدة والزنادقة ومن تشبه بهم من أدعياء الإسلام، فصاروا يريدون مساواة المرأة بالرجل عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها، يريدون أن يسووا الأنثى بالذكر، والله لم يسوي بينهما، لم يسوي بينهما، بل قال ليس الذكر كالأنثى، وهذا واضح. فهم يريدون معاكسة الفطرة الإلهية والخلقة الربانية، فيرفعون المرأة إلى منزلة لا تليق بها، ويظلمونها بأن يولوها أعمالا ترهقها ولا تقدر عليها، يجعلونها مثل الرجل، الرجل يتحمل، والرجل عنده استعداد للمواقف الصعبة، فهم يظلمونها في الحقيقة لأنهم يولونها أعمال الرجال وهي لا تطيقها، هي امرأة ضعيفة، فهم في الحقيقة الذين ظلموا المرأة، فهم وأهل الجاهلية على طرفي نقيض. أهل الجاهلية استهانوا بالمرأة واحتقروها ولم يورثوها وجعلوها تعيش عيشة الهوان، يمسكه على هون، وهؤلاء غلوا في المرأة وزادوا عن حقها
فهم على النقيض من الجاهلية. أما دين الإسلام ولله الحمد فهو الوسط، دين الوسط والعدل، أنزل المرأة المنزلة اللائقة بها خلافا لأهل الجاهلية، ولم يرفعها إلى منزلة لا تليق بها وهي منزلة الرجال، خلافا لأهل العصر الآن من الزنادقة والملاحدة ومن سار في ركابهم ممن ينتسبون إلى الإسلام وينعطون بأفكار أعداء الإسلام. فدين الإسلام ولله الحمد دين الفطرة ودين العدل ودين الإنصاف، ينزل الأمور في منازلها اللائقة بها. فدين الإسلام هو العدل في كل شيء، وهو الحق في كل شيء ولله الحمد. فلم يهن المرأة إهانة الجاهلية، ولم يغلو بحقها غلو الملاحدة والزنادقة والعصرانيين الآن، بل الإسلام توسط في حقها، أكرمها وصانها وأعطاها الحقوق اللائقة بها، جعل لها نصيبا من الميراث، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. ولكنه لم يغلو فيها بها ويخرجها عن أنوثتها ويحملها ما لا تطيق من الأعمال، أعمال الرجال، كما يفعله المعاصرون الآن وينعقون به وينادون به. ومن ذلك العقيقة، أن الإسلام أكرمها وشرع العقيقة عنها واعتبرها إنسانا واعتبرها نعمة على والدها، يشكر الله عليها بذبح العقيقة، ولكنه لم يغلو في حقها وينزلها منزلة ليست لها. هذا هو دين الإسلام ولله الحمد والمنة. نعم. باب الهدي والأضحية والعقيقة. نعم. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. الأضحية الهدي والعقيقة، الهدي والأضحية والعقيقة لا تكون إلا في بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم على بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالقرابين إنما تكون في بهيمة الأنعام، ولا تكون في غير بهيمة الأنعام مما يؤكل كالطيور والظبا والصيد البري من الحمر الوحشية والبقر الوحشي، لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. نعم. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. أفضلها أنفعها، والإبل أفضل لأنها أكثر وأوفر لحما، ثم البقر تليها أيضا لوفرتها وكثرة منافعها، ثم الغنم. هذا إذا أراد أن يخرج الحيوان كاملا، إذا أراد أن يخرج البهيمة كاملة، فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. أما التجزئة فالبقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة والشاة عن واحد، والشاة أفضل من سبع البدنة وسبع البقرة، الشاة أفضل من سبع البدنة وسبع البقرة. أي أما إذا أراد أن يخرجها كاملة فالإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم، لأنها أكثر وأوفر لحما وأنفع للفقراء. نعم. ولا يجزئ فيها إلا جذع ظأن وثني سواه. يشترط في هذه القرابين الهدي
الأضحية والعقيقة اشترط فيها شروط. أولا السن، اشترط فيها أن تبلغ السن المجزئة، والسن جذع من الظأن أو ثني من الإبل والبقر، هذا أقل شيء، أقل سن مجزي الجذع من الظأن، وهو ما له نصف سنة 6 أشهر، والثني مما سواه من الإبل والبقر، فمن الإبل ما تم له 5 سنين، الثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من المعز ما تم له 1 سنة. هذا السن يشترط أن يكون، أن تكون الأضحية والهدي والعقيقة قد بلغت هذا السن، فإن كانت دونه لم تجز. إذا ذبح دون الثني من الإبل والبقر أو الجذع من الظأن فإنه لا يجزي. هذا الشرط الأول. نعم. فالإبل 5 سنين يعني. نعم. والبقر 2 سنين. نعم. والمعز 1 سنة. نعم. والظأن نصفها. نعم. هذا ما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7. نعم. الشاة تجزئ عن 1 في الذبح، وأما في الثواب فإنها تجزئ عن أكثر من 1، فله أن يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته، في الثواب تجزي عن أكثر من 1، وأما في الذبح فلا تجزي الشاة إلا عن 1، فلا يمكن أن يشترك 2 أو 3 في شاة يذبحونها، لكن يذبحها 1 وينويها عنه وعن غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته، وضحى بثانية عن من لم يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام. فالشاة في الثواب تجزي عما نويت عنه من العدد ولو كثر، وأما في الذبح والإجزاء فإنها لا تجزي إلا عن 1. وفي حديث أبي أيوب أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته، يعني بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. أما الإبل والبقر فكل منهما يجزئ عن 7 في الذبح لا في الثواب، في الذبح فيجوز أن يشترك 7 في ذبح بعير أو 7 في ذبح بقرة في الهدي أو في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية أمر أصحابه أن يشترك 7 في البدنة، وعق وذبح عن 1 عن أزواجه في البقر، فدل على أن البدنة تجزي عن 7 والبقرة تجزي عن 7، والشاة أفضل من السبع من البدنة أو من البقرة، ثوابها أكثر من ثواب السبع. نعم. ولا تجزئ العوراء. نعم. يشترط فكذلك الشرط الثاني في ما يجزئ من الهدي والأضاحي والعقائق، الشرط الثاني أن يكون سليما من العيوب، إذا توفر السن المجزي فلا بد أيضا أن تكون الذبيحة سليمة من العيوب، قال صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي: المريضة، العورة البينة عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجة البين ضلعها، والعجفة التي لا تنقي. هذه 4 عيوب: الأولى العورة،
البين عورها وهي التي انخسفت عينها، انخسفت عينها هذه ناقصة، نقصت عضوا من أعضائها فلا تجزي. أما إذا ذهب البصر وبقيت العين قائمة فإنها تجزي، لأنها لم ينقص منها شيء، لم ينقص من جسمها شيء متكاملة. أما دامت العين قائمة فإنها تجزي ولو ذهب بصرها، هذا في العورة. أما العمياء عمياء العينين هذه لا تجزي، العورة البين عورها، المريضة البين مرضها، إذا كان فيها مرض بين يظهر عليها، يظهر عليها وتعرف أنها مريضة، إذا رآها الناس أو أهل الخبرة عرفوا أنها مريضة، هذه لا تجزي لأن هذا عيب فيها. أما إذا كان فيها شيء من المرض لكنه لم يظهر، مرض خفي، فهذا لا يمنع، لأنه ليس لنا إلا الظاهر، ما دام لم يظهر فيها مرض فلا تجزي، وإن كان فيها مرض خفي، لأنه قل أن تسلم البهائم من مرض خفي. وهذا صعب، أن ما نضحي ولا نهدي ولا نعق إلا بشيء ليس فيه مرض أصلا، هذا ما نستطيعه له، لكن اللي يتبين لنا ويظهر لنا نعمل به، واللي ما يظهر ما علينا منه، ما كلفنا به، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. هو من لازم انك تجيب طبيب بيطري وتقول له اكشف عليها، هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان. لكن ان كان فيها مرض ظاهر يشاف يعرف تجنبها، اذا ما فيها مرض ظاهر فالحمد لله تجزي. هذه المريضه البين مرضها، ولا العرجاء التي اصيبت احدى قوائمها فلا تستطيع المشي مع الصحاح، هذه هي التي لا تجزي. أما العرج اليسير الذي لا يمنعها من المشي مع الصحاح فهذا لا يضر، لأنه قل أن تسلم الحيوانات لشيء من الإصابة والعرج اليسير. الرابعة العجفة التي لا تنقي، ليس فيها نقي وهو الدهن، هزيلة ما فيها مخ، الهزيلة العجفة هي الهزيلة التي لا مخ فيها، فهذه لا تجزي. ولا العجفة التي لا تنقي، أي ليس فيها نقي وهو المخ والدسم، نعم، لأنه لا نفع فيها حينئذ. كذلك من العيوب التي تمنع الإجزاء زيادة على هذه الأربعة أن تكون مقطوعة الأذن أو القرن، ذهب أكثر من النصف من أذنها أو قرنها، لأن هذا نقص في خلقتها فلا تجزي. أما لو لم يكن لها أذن أصلا ولا اللي يسمونها أو ليس لها قرن أصلا، التي ليس لها أذن يسمونها الصمعة، والتي ليس لها قرن أصلا يسمونها الجمة، فالتي خلقت هكذا ليس لها أذن أو لها أذن صغيرة أو ليس لها قرن أو لها قرن صغير هذه تجزي إذا كان هذا خلقة. أما إذا كانت لا إنها كاملة الخلقة بالقرون والآذان ثم طرأ شيء وذهب بأكثر من النصف من أذنها أو أكثر من النصف من قرنها هذه لا تجزي، هذا عيب خامس، هذا عيب خامس في الأضاحي. كذلك عيب سادس وهو الهتمة، الهتمة التي انقلعت ثناياها من أصلها، انقلعت ثناياها أو شيء من أسنانها من الأصل، هذه لا تجزي لأنها نقصت خلقتها. أما إن انكسر سنها وبقي أصله فلا بأس،
إذا انكسر شيء من أسنانها أو بقي أصله ألا بأس. إنما الهتمة وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها انقلعت ولم يبقى فيها شيء هذه لا تجزي. وهناك عيب سادس يمنع من الإجزاء وهي الجدة، الجدة التي نشف ضرعها من الكبر صارت ما فيها حليب من الكبر نشف ضرعها فهذه لا تجزي. أما إذا كانت شابة ولكن الوقت الحاضر ليس فيها حليب لكنه يمكن في المستقبل هذا لا يضر. نعم. ولا تجزي العوراء. نعم. والعجفاء. والعرجاء. نعم. والهتماء. الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها. والجداء. والمريضة. نعم. والعظباء. العظباء هي التي ذهب أكثر من النصف من أذنها أو قرنها، هذه هي العظباء. نعم. بل البتراء وخلقة. ولا البتراء التي بتر ذنبها، قطع ذنبها أو أليتها، هذه لا تجزي. أما إذا كان ليس لها ذنب خلقة أو ليس لها ألية من الخلقة من الأصل هذه لا مانع من إجزائها، هذا معنى قوله ولا البتراء خلقة. نعم. والجماع. نعم. وخصي غير مجبوب. نعم. والجماع. نعم. وخصي غير مجبوب. يجزي أعد العبارة، الجماع تجزي، هذا من المجزئات. نعم. ولا تجزي العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعظباء بل البتراء. بل شوف، بل البتراء يعني تجزي البتراء خلقة، تجزي البتراء خلقة. أما البتراء التي قطع ذنبها أو أليتها فهذه لا تجزي. نعم. بل البتراء خلقة يعني تجزي هذه. والجماء. والجماء يعني تجزي لأنها خلقة، ذهبت أذنها أو قرنها خلقة، لم يخلق لها إذن ولا قرن، تجزي هذه. نعم. وخصي غير مجبوب. وكذلك يجزي الخصي وهو الذي قطعت خصيتاه أو رضت، وهو الموجوع، يسمى الموجوع. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين يعني خصيين، والخصي أفضل من الفحل لأن لحمه يكون أطيب وأوفر، إلا إذا كان مجبوبا وهو الذي قطع ذكره، هذا هو المجبوب، هذا لا يجزي. فالخصي إن كان غير مجبوب أجزى، وهو الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مجبوبا لم يجزي لأن هذا نقص في خلقته. نعم. وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. يجزي ما بأذنه قطع أو خرق أقل من النصف أو قرنه. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة. انتهى الآن من مواصفات الهدي والأضاحي والعقيق، أراد أن يبين كيفية الذبح، السنة في الذبح. والسنة نحر الإبل قائمة. السنة نحر الإبل لا ذبحها، الذبح يكون في الحلق والنحر يكون في اللبة، النحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم، فالإبل تنحر، السنة أنها تنحر ولا تذبح، والبقر والغنم السنة أنها تذبح ولا تنحر. فإن عكس بأن ذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأ هذا، لكن الأفضل التفريق بنحر الإبل وذبح ما عداها. وتكون الإبل أيضا قائمة على قوائمها معقولة يدها اليسرى، تنحر قائمة
معقولة يدها اليسرى، قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صوافة، يعني قائمة معقولة يدها اليسرى، هذا معنى صواف. وفي قراءة صوافنا بالنون وهي بمعنى صواف، الخيل الصافنات هي التي تقف على ثلاث وترفع الرابعة، فإذا عقلت البدنة صارت صافنة رافعة لإحدى قوائمها، هذا معنى الصوافن. وذلك لأنه أسهل لخروج الدم، فلا تنحر الإبل باركة، هذا خلاف السنة، وهذا أيضا فيه تعذيب لها لأنه يصعب خروج الدم، خلاف ما إذا كانت قائمة فإنه يخرج الدم بسرعة ويسرع إليها زهوق الروح فتستريح. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا ينحر بدنة باركة قال ويلك ابعثها عن قيام، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. وأما الغنم والبقر فالسنة أن تضجع على جنبها الأيسر، أن تضجع على جنبها الأيسر متوجهة إلى القبلة، لأن هذا أيسر على الذابح من أجل أن يذبحها بيده اليمنى. وقد ذك النبي صلى الله عليه وسلم ضحيته وعلى جنبها ووضع رجله على صفاحها كما مر بكم في الحديث. فهذا هو السنة في ذبح البقر والغنم، أن تكون مضجعة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة وأن يذبحها في حلقها. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. نعم. ويذبح غيرها. اللبة، هذه اللبة ما بين العنق والصدر وهي وهدة، فيطعنها بالحربة يقطع العروق ثم ينساب الدم بسرعة. نعم. ويذبح غيرها. يذبح غيرها في الحلق. نعم. ويجوز عكسها. يجوز ذبح الإبل من الحلق وعقر ونحر الغنم والبقر من النحر. نعم. ولكنه خلاف السنة. نعم. ويقول بسم الله والله أكبر. يقول عند الذبح بسم الله، يجب عليه أن يقول بسم الله، لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صوافة، قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيجب أن يقول عند تحريك يده للذبح بسم الله، وإن نسيها فلا حرج، قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان. أما إن تعمد تركها إنها لا تحل على المذهب. وأما الله أكبر فهذه سنة، إن أتى بها مع بسم الله فهي سنة، وإن تركها فلا حرج، قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم. ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويدعو ويقول اللهم هذا منك ولك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك ولك عن محمد وآل محمد، وقال في الثانية اللهم هذا منك ولك عمن لم يضحي من أمة محمد. نعم. ويتولاها صاحبها، إذا تلفظ بهذا فلا بأس، وهذا مستثنى، هذا مستثنى من التلفظ بالنية في هذا الموضع فقط، وأما في غيره من العبادات فلا يتلفظ بالنية. نعم. ويتولاها صاحبها، يستحب أن يذبحها صاحبها بيده، لأن هذه عبادة، تولاها هو أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده، ذبح الأضاحي بيده عليه الصلاة والسلام، وذبح الهدي بيده عليه الصلاة والسلام، لأن هذا عبادة، فكون يقوم بها هو أفضل. ويجوز أن يوكل غيره
كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في ذبح باقي في نحر باقي الهدي. يجوز التوكيل. نعم. صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. يوكل مسلما ولا يوكل كافرا، لأن هذه عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فلا يوكل إلا مسلما. نعم. ويشهدها يعني يحضرها، يستحب أن يحضرها، يحضر ذبح الوكيل لها على السنة ولا يغيب عنها. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة، وهذا يعني ذبح الأضاحي في البيوت، وأنه يتولاها هو، وأنه يشهدها إذا وكل، وأنه يأكل منها ويهدي، هذا يدلنا على أن الأضاحي تذبح في البلد وفي البيت، هذا هو السنة. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنهم يروحون دراهم يشرى بها أضاحي في بلاد بعيدة، هذا خلاف السنة ولا يحصل به المقصود. لو أنهم روحوا دراهم يتصدق بها، أو أطعمة يتصدق بها، أو ملابس، كان أحسن. إذا صاروا بينفعون الفقراء في الخارج يروحون صدقات، أما العبادة والقربة فلا يفعل بها هذا الفعل، تغيب عن البلد وتغيب عن البيوت، هذا خلاف السنة. نعم. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو نعم بعد. وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد، وقت ذبح الهدي ذبح الأضاحي يبدأ بعد صلاة العيد، أما لو ذبح قبل صلاة العيد فإنه لا يجزي. لو ذبح الهدي قبل صلاة العيد أو ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإن هذا لا يجزي، لأنه فعل العبادة قبل دخول وقتها، كما لو صلى قبل دخول وقت الصلاة لا يجزي هذا. العبادات المؤقتة لا يجوز تقديمها على وقتها ولا إخراجها عن وقتها، تفعل في الوقت. فذبح الهدي وذبح الأضاحي يبدأ بصلاة العيد في البلد أو قدرها، قدر صلاة العيد في المكان الذي ليس فيه صلاة عيد، وذلك إذا ارتفعت الشمس. نعم. وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدي معه من المدينة في حجة الوداع، ولم يذبحه إلا بعدما رمى الجمرة، بعد ما رمى الجمرة بعد طلوع الشمس. فلو كان الذبح جائزا قبل هذا الوقت لذبح صلى الله عليه وسلم أو بين لأمته جوازه، وكونه تأخر ولم يذبح مع ما هم فيه من الحاجة وتطلعه من اللحم لقلة اللحم، وكونه لم يذبح إلا بعدما رمى الجمرة بعد طلوع الشمس، هذا دليل على أنه لا يجوز الذبح قبل ذلك. نعم. وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده. بدايته من بعد صلاة العيد ونهايته على قولين، قول الأول أنه إلى آخر اليوم الثاني عشر، يومين بعد يوم العيد، فيكون أيام الذبح ثلاثة، أيام الذبح ثلاثة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. والقول الثاني وهو رواية وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، إلى أن أيام الذبح أربعة أيام، من يوم العيد وثلاثة أيام من بعده، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فيستمر الذبح إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، هذا هو الصحيح الراجح. نعم. ويكره في ليلتهما، يكره الذبح في ليلة في ليالي أيام التشريق خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يرى أنه لا يجوز
في الليل، وإنما الذبح في النهار. فخروجا من الخلاف الإنسان لا يذبح بالليل أحسن. نعم. فإن فات قضى واجبه. إذا مضت أيام التشريق وهو لم يذبح الأضحية أو لم يذبح الهدي، هدي التمتع والقران، قضى واجبه، واجب الأضاحي وواجب الهدي، يقضي يذبحه بعد أيام التشريق قضاء. مثل إذا فاتته الصلاة في وقتها فإنه يصليها بعد وقتها قضاء، فيقضي الواجب من هدي تمتع أو قران أو أضحية منذورة أو وصية موصى بها. هذه أضحية واجبة، إذا كانت منذورة وجبت، إذا كانت وصية لميت فإنه يجب تنفيذها. فإذا مضت أيام الذبح وهو لم يذبح فإنه لا يتركها بل يذبحها قضاء. أما التطوع، الأضحية التطوعية أو الهدي التطوعي، فهذا ينتهي ذبحه بوقت انتهاء الوقت، فلا يذبح هديا تطوعا بعد أيام التشريق، ولا يذبح ضحية تطوع بعد أيام التشريق. نعم. فإن فات قضى واجبه، فات وقت الذبح، يعني قضى واجبه، واجب الذبح من أضحية أو هدي، وأما التطوع فلا، ينتهي وقته. نعم. فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. نعم. لماذا تتعين الأضحية والهدي؟ يتعينان بالتلفظ، إذا قال هذه سأذبحها ضحية أو سأذبحها هديا تعينت، فلا يجوز له أن يبيعها ولا أن يتنازل عن ذبحها ولا أن يهديها، بل لا بد أن ينفذ الذبح، أن يضحي بها أو أن يهديها، لأنها تعينت فوجبت. هذا إذا تلف. أما مجرد النية، إذا شراها ناويا أنها ضحية أو شراها ناويا أنها هدي ولم يتلفظ، فهذه لا تتعين على المذهب. والقول الثاني أنها تتعين بالنية، وهذا هو الراجح، أنه إذا اشتراها بنية أنها أضحية أو اشتراها بنية أنها هدي تعينت. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وش فائدة التعين والغنم كثيرة والإبل كثيرة والبقر؟ فائدته أنها لو تعيبت أو مرضت بعد التعيين فإنه يجب عليه ذبحها ولو كان أصابها شيء. هذا الناحية الثانية، أنها إذا تعينت لا يجوز له أن يعدل عنها أو أن يبيعها، إلا إذا استبدلها بخير منها. إذا استبدلها بخير منها فلا بأس، أما أن يستبدلها بأقل منها فلا يجوز، لأنها وجبت عليه. هذه فائدة التعيين. نعم. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. لا بالنية هذا على الخلاف. نعم. وإذا تعينت، هذه فائدة التعيين. نعم. وإذا تعينت لم يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. أي نعم، إذا بدلها بخير منها فهذه زيادة خير لا بأس، أما إذا بدلها بأقل منها أو قال بلاش حسن من مضحي، يقول لا يلزمك الضحية لأنك عينتها. نعم. ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها. أي نعم، يجوز أنه يعمل في أو يجب عليه أنه يعمل الأنفع للأضحية والهدي قبل الذبح، فإذا احتاجت إلى علاج أو احتاجت إلى ماء أو احتاجت إلى علف أو احتاجت إلى مأوى فإنه يحتفظ بها ولا يهملها، ما يهملها،
إذا كان عليها صوف يضرها فإنه يجزه ويتصدق به، ويجوز له أنه يركب البعير الذي يريده ضحيه ولا هدي، يجوز له يركبه. قوله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لا يجوز أن يركبها وأن يحلبها وأن ينتفع منها بما لا يضرها. نعم. ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يبيعه. نعم. ولا يعطي جازرها أجرته منها. نعم. إذا وكل من يذبحها، إذا وكل الجزار يذبحها فلا يعطيه أجرته من لحمها بل يعطيه أجرته من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعطي جازرها شيئا منها. أما إن أعطاه لحاجته، إن أعطى الجزار لحاجته فلا بأس، أما إن أعطاه إياه على أنه أجرة فلا يجوز. نعم. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. لا يبيع شيئا من أجزائها، ولكن له أن ينتفع بالجلد وبالقرون وبالعظام، له أن ينتفع بها في بيته، ولا يجوز له أن يبيعها. نعم. إذا استغنى عنها يعطيها لمحتاج. نعم. وإن تعيبت. وبعض العلماء يرى أنه يجوز بيع جلدها ويجعله في أثاث البيت، لأنه إذا جاز ينتفع به قربة وسقى في البيت جاز أن يبيعه بإناء أو بشيء يجعله من أثاث البيت لا بأس، أما أن يبيعه بدراهم أو بشيء يتجر به فلا يجوز هذا عند الجميع. نعم. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته. هذا من فائدة التعيين، أنها بعد التعيين إذا تعيبت أو مرضت يذبحها وتجزي. نعم. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. هذا إذا كانت يعني أنه يذبحها ولو تعيبت بعد التعيين، هذا إذا كانت تبرعا منه، أما إذا كانت لا، تنفيذ لأضحية واجبة في ذمته أو وصية وتعيبت فلا بد أن يستبدلها بأحسن منها، ولا تجزي، لا تجزي إذا تعيبت، بل يستبدلها بما يجزي، قوله: إلا أن تكون واجبة في ذمته، واجبة في ذمته بنذر مثلا، أو كانت وصية لميت، هذه إذا تعيبت بعد تعيينها تستبدل. نعم. والأضحية سنة. هذا حكمها، حكم الأضحية أنها سنة عند الجمهور، سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى أنها واجبة. نعم. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. الصدقة عبادة وطيبة، لكن ذبح الأضحية أفضل، لأن ذبح الأضحية قربان نسك، فهو أفضل من الصدقة المجردة. ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن بعض الناس يقول: والله إحنا ما عندنا بحاجة للحم، إحنا مضحين، نتصدق بالدراهم. يقول له: لا يا أخي، الضحية شعيرة وعبادة، فلا تترك الضحية، ضح أفضل من الصدقة. ما هو المقصود أكل اللحم فقط، المقصود إراقة الدم، المقصود إراقة الدم وإحياء السنة، هذا هو المقصود. أما اللحم هذا تابع، اللحم تابع وليس مقصودا، فبعضهم يظن أن المقصود بالأضاحي أكل اللحم فقط، ولا يستحضر أن ذبحها تقرب إلى الله وأنه عبادة وشعيرة، يغيب عنها الحكم هذا، يتساءل بالأضحي. بعضهم يزهد في الأضاحي، بعض الجهال أو ضعاف الإيمان يزهدون الآن في الأضاحي وينفرون منها، هذا جهل وخطأ. الأضاحي عبادة شعيرة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي التفريط بها،
لكن المبالغة هي المنهي عنها. المبالغة في الأضاحي كونه يذبح 10 ضحايا 20 ضحية هذا ما له داعي، تكفي واحدة، الواحدة تكفي عن المي عن الرجل وأهل بيته كما قال أبو أيوب رضي الله عنه. فلا إفراط ولا تفريط، كونه يذبح عدة أضاحي 10 أضاحي 20 ضحية هذا ما له داعي صحيح. أو كونه لا يضحي أصلا ويقول حنا ما حنا بحاجة لله، هذا أيضا تفريط ولا يجوز. الأحسن الوسط، إن الإنسان يضحي ولا يكثر من الأضاحي، يقيم الشعيرة ويقيم العبادة في هذه الأيام ولا يكثر الأضاحي، ما له داعي كثرة الأضاحي. فنحن بين إفراط وتفريط. نعم. ويسن أن يأكل ويهدي كيف ماذا يصنع بلحمها؟ يصنع بلحمها، يسن أن يأكل منها، ولا يقول والله أنا ثلاجي مليان وأنا ما بحاجة، يقول لا، هذا سنة أنك تأكل منها ولو كان عندك لحم. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه ومن أضحيته عليه الصلاة والسلام عملا بقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الذي يسأل، والمعتر هو الذي يعرض ولا يسأل، هو الذي يعرض، يعرض نفسه ولكنه ما يسأل، يتعفف عن السؤال. الله جل وعلا أمر بالأكل منها، فالأكل منها أقل أحوالها أنه سنة ولا يفرط به. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى لا يأكل قبل الصلاة، فيصلي ويأكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام، بخلاف عيد الفطر فإنه يأكل قبل الصلاة ثمرات ثم يخرج للصلاة. الأكل من الأضحية والأكل من الهدي سنة لا ينبغي تركه. نعم. ويتصدق منها على المحتاجين، ويهدي منها على جيرانه الأغنياء ولو كانوا أغنياء، يهدي لأن الهدية أيضا طيبة، فيأكل ويتصدق ويهدي على جيرانه، هذا هو السنة. نعم. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. نعم. وهذا يرد على الذين يروحون الأضاحي تشرى في الخارج وتذبح، لأن ما تحصل السنن هذه، ما يأكل منها ولا يتصدق على فقراء البلد ولا يهدي على جيرانه، تفوت الأغراض هذه كلها. نعم. وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز. إن أكلها كلها هذا مكروه، فينبغي أن يتصدق بشيء منها، تصدق بشيء منها ولو قليل، بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا، أطعموا القانع والمعتر، أطعموا البائس الفقير. فلا بد من تنفيذ الأمر الإلهي، لا يترك الإطعام ولا يترك الأكل، بل يجمع بينهما، هذا هو السنة. نعم. وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها، يعني لو لم يتصدق منها إلا بالقليل جاز هذا لأنه عامل بالسنة. وإذا أكلها كلها ولم يتصدق بشيء يستحب أنه يشتري لحم ويتصدق به عوضا عن ما أكل. نعم. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. يحرم على من يريد أن يضحي إذا دخلت العشر، عشر ذي الحجة، أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة من أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. نعم. فصل. تسن العقيقة. يكفي. الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يذبح لأجل إرضاء الخصم الذي حصل بينك وبينه مشاكل ثم حكم بعض الناس بذلك وقد يكون الحاكم قاضيا ويسمونه بالعقير في بعض البلدان، فهل هذا يكون شركا؟ هذا بدعة، هذا بدعة وإحداث شيء لم يشرعه الله ولا رسوله. الذبح لأجل الخصومة أو إرضاء الخصم أو إنه نظام قبلي، هذا
من أمر الجاهلية ولا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم. ولا أظن قاضي نبي يحكم بهذا، قاضي شرعي ما يحكم بهذا، أما قاضي طاغوتي يمكن يحكم بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وكل الإنسان إنسانا آخر لذبح الأضحية. نعم. إذا وكل الإنسان إنسانا آخر. نعم. لذبح الأضحية. فمن هو الذي يمسك، المضحي أم الموكل؟ يمسك اللي يريد أن يضحي، أما الوكيل ما عليه شيء، الوكيل مجرد نائب فقط، فلا يمسك عن شعره ولا عن أظهاره، الذي يمسك صاحب الأضحية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ذبح الأضحية قبل نهاية خطبة العيد؟ نعم لا بس، إذا صلى الناس العيد سلم الإمام من صلاة العيد دخل وقت ذبح الأضحية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تذبح أضحيتها بنفسها؟ لا بأس بذلك، يجوز زكاة المرأة. لقد ذكت امرأة شاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها على ذلك وأكلت الذبيحة. المرأة مثل الرجل، تذبح تذكي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يفعله الناس عند ذبح الأضحية من ترك الأضحية تشرب ماء قبل الذبح، هل هذا عليه دليل؟ ليس عليه دليل، إلا إن كانت الأضحية إنها تحتاج إلى الماء تعطى الماء، أما إذا كانت ما هي بحاجة وإنما تعطى الماء بمناسبة الذبح فقط هذا لا أصل له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يلاحظ بعد ذبح الأضحية في المسالخ أنه يتبين أنها مريضة، إما في كبدها وإما في رئتها، ويقوم الجزار برمي ذلك بناء على كشف الطبيب البيطري، فهل تجزئ مثل هذه؟ تجزئ إن شاء الله، لأن ما دام ما فيها مرض بين يمنعها من المشي ومن الأكل ويمنعها من مساواة الأغنام الأخرى إن هذا لا بأس به، ولو كان فيها مرض باطني. نعم. لأن ليس لنا إلا الظاهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان شخص في بلد غير بلده الأصلي وأراد أن يضحي وأهله في بلده الأصلي، فهل يضحي في هذا البلد المتواجد فيه أم يوكل من يضحي عنه في البلد الأصلي له؟ الأفضل أن يضحي في بيته، يوكل أولاده وأهله، أو يوكل أحد يذبح الأضحية في بيته، هذا هو له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في البيت الواحد عدد من الإخوة وكل واحد منهم قادر على شراء أضحية، فهل يستحب لكل واحد منهم أن يذبح أضحية عن نفسه؟ لا، الأفضل أنهم يذبحون ضحية عن أهل البيت كله ولا يبالغون، كل واحد يذبح أضحية ما له داعي، تحصل السنة بذبح واحدة عن الجميع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من ذبح بيده اليسرى وذلك لأنه أعسر؟ لا بأس بذلك، حتى لو ما هو أعسر إذا ذبح الذبح الشرعي ولو كان بيده اليسرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر في الحاشية هذا الحديث فأرجو بيان صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احضري أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها. هذه فائدة قول الشارح، قول الماثل ويشهدها لأجل المغفرة، لأن هذه عبادة، كون يحضرها أفضل لأجل يغفر له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نوى أن يضحي قبل عشر ذي الحجة وترك شعره وأظافره ثم لم يضحي، فهل هو ملزم بذبح الأضحية؟ لا، ما هو ملزم، إذا كانت الأضحية ما هي واجبة عليه بنذر أو وصية فله أن يتنازل، إلا إذا عينها، إذا عينها وقال هذه ضحية إنها تلزم، أما قبل أن يعينها وهي مجرد تبرع منه فله أن يعدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وكل على أضحيته في الخارج وتم ذبحها بعد صلاة العيد عند المتبرع لهم، لكن لا يزال الليل ليلة عشرة باقيا في بلد الموكل، فهل تعد هذه أضحية؟ حتى تذبح الأضحية، إذا ذبحت الأضحية حل له ذلك وتعد أضحية. نعم، تعد أضحية، الحكم للبلد الذي فيه الأضحية، ما هي
البلد الذي فيه الشخص، حكم البلد الذي فيه الأضحية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو وكل الرجل ابنه الذي لا يصلي بأن يذبح الأضحية فهل تجزئ؟ لا، ولا تحل، ما تحل، هذه حرام، الذبيحة حرام. إذا ذبحها واحد تارك للصلاة متعمدا هذا كافر، ذبيحة الكافر حرام، ضحيه غيرها لأن ذبيحة كافر، لا يحل إلا ما ذبحه مسلم أو كتابي فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذبح الرجل إلى غير القبلة غير متعمد فما حكم ذلك؟ استقبال القبلة بالأضحية أو في الذبيحة سنة، إذا لم يوجهها إلى القبلة فهي حلال، أي حلال لأنه تارك لسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يشتري الرجل سبع إبل قد ذبح من قبل ويجعله أضحية أو غير ذلك؟ لا لا، الكلام على الذبح، النية عند الذبح، أما أنه يشتري سبع بعير لحم يقول هذا ضحية وهذا هدي، هذا ما يجزي، لأنه يوم يذبح ما نوي أنه هدي، يوم يذبح ما نوي أنه هدي. ما المقصود شراء اللحم، المقصود العبادة بالذبح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا معلم للمرحلة المتوسطة وقد كنت أحذر التلاميذ من الأناشيد والتمثيل فلم يعجب ذلك بعض الإخوة فتكلموا مع مديري في المدرسة فقال لي علم الطلاب العلم النافع وحفظهم المتون العلمية ولا تتكلم معهم في هذه الأشياء الخلافية حرصا على الاجتماع وعدم التشويش على الطلاب وهم إذا كبروا سيتركونها، فقلت له سأسأل عن كلامك العلماء وأرضى بحكمهم، فقال أنا أرضى بكلام العلماء أيضا، فما هو قولكم حفظكم الله في هذا؟ قولنا أنك تبين الحكم الشرعي للطلاب وليس في هذا خلاف، من هو المخالف؟ هل يعتد بخلافه؟ هل يعتد بخلاف المخالف في هذا؟ هذا شيء مبين ما يحتاج، ولا يعتد بمن خالف وأباحه، أبين للطلاب أن هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز وأن عليهم تركه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإهداء والتصدق، نعم، الإهداء والتصدق والأكل أثلاثا، هل يوجد حديث أو أثر يدل على ذلك؟ كلوا منها، يوجد حديث عندنا آية، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، دل على أنه تقسم إلى ما يؤكل وإلى ما يتصدق به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الجزارين يمنع الأضاحي من الأكل قبل ذبحها بيوم أو يومين. يمنع الأضاحي من الأكل قبل ذبحها بيوم أو يومين لكي تقل الفضلات في أحشائها، فما حكم ذلك؟ هذا حرام، هذا تعذيب للحيوان ولا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وإذا قتلتم فأحسن القتل، كان يعذبها بالجوع والعطش قبل الذبح بيومين هذا حرام عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت شعيرة الأضحية تكاد تنعدم في إحدى البلاد في أفريقيا، فهل يجوز أن أنقل أضحيتي من الرياض لهذا البلد من أجل إحياء هذه الشعيرة؟ لا، أضحيتك تذبحها في بيتك ولا تنقلها إلى بلاد أخرى، لكن عليك أن تبين لأهل البلد أن الأضحية سنة وأن شعيرة مؤكدة وأن يضحون هم في بيوتهم، أما إن كنت تنقل، إن كنت ساكن هناك ولك بيت هناك اذبحها، أما إذا كنت زائر ولا رايح بجولة ولا الأضحية تذبح في البيت ما تذبح فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يضحي مثلا بثلاث أضاحي تكون على النحو التالي: واحدة عن نفسه وأهله، والثانية عن أمه المتوفاة، والثالثة عن أبيه الذي قد توفي؟ إذا كانت ما هي بوصايا فالأفضل أنه يقتصر على واحدة عن الجميع، لأن المبالغة في الأضاحي غير مشروعة، فإذا كانت تبرعا منه فإنها تكفي واحدة عنه وعن والديه وعمن يريد من الأحياء والأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح واحدة عنه وعن أهل بيته، وذبح أخرى
عن من لم يضحي من أمة محمد، وأمة محمد كثيرة وهي واحدة، فلا يبالغ في كثرة الأضاحي عن فلان وعن فلان وعن فلان، تكفي واحدة إذا كانت تبرعا، أما الوصايا فلا بد من تنفيذها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك أدلة على شروط الأضحية الباقية؟